وننتقل إلى جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والتي لا تقتصر فقط على التقارير والدراسات باللغة العربية، وإنما تمتد لإصدار أبحاث ودراسات باللغات الأجنبية لمواجهة الأفكار المتطرفة والادعاءات المغلوطة ضد الدين الإسلامي. سنلقي الضوء على مجلة ستيب فورورد، والتي تصدر من وحدة رصد اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، وتتناول العديد من الموضوعات الهامة واللي حيتم مناقشتها مع ضيفنا عبر زوم، الدكتور محمود نجاح، المدرس بكلية اللغات والترجمة ومشرف وحدة رصد اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف. بعد التحية لك دكتور، إذا نبدأ من جهود مرصد الأزهر بشكل عام لمكافحة التطرف، ما هو دوره في مواجهة هذه الأفكار والادعاءات المغلوطة والتي يشوبها الكثير من نشر التطرف والكراهية؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبكل مشاهديك الكرام. في البدايه، مرصد الازهر الشريف لمكافحه التطرف هو فكره رئيسه من افكار فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب حفظه الله، في اطار مواكبه رؤيه مصر الدوله الحديثه برعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه. المرصد انشئ عام 2015، وفضيلة الإمام الأكبر لخص الدور الرئيس والهدف الرئيس من المرصد بكونه عين الأزهر الناظرة على كل العالم. الأزهر له العديد من الأدوار التي يقوم بها. زي ما حضرتك تفضلت، أول دور رئيسي للمرصد هو مكافحة الفكر المتطرف في كل أنحاء العالم. رقم 2، متابعة أحوال المسلمين وكل الملفات والقضايا المتعلقة بالمسلمين في كل أنحاء العالم من أجل تقديم ملفات للمسؤولين في مشيخة الأزهر الشريف للتعامل مع أبرز المستجدات وأبرز النوازل الفقهية المتعلقة بالمسلمين. عندنا أيضا في المرصد نسلط الضوء على الجماعات المسلمة التي يتم اضطهادها في أنحاء العالم، زي جماعة المسلمي الروهينجيا في دولة ميانمار. المرصد جهده بيتكون من الآن بيتكون من 13 وحدة. هذه الوحدات تعمل بلغات مختلفة. يعني عندنا في مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف وحدة رصد اللغة الإنجليزية، وحدة رصد اللغة الأردية، وحدة اللغات الإفريقية، وحدة اللغة الإسبانية، وحدة اللغة الفرنسية، وغيرها من اللغات الحية المنتشرة في كل أنحاء العالم. والحقيقة في إطار خطته التطويرية، إن المرصد بيعمل على إضافة اللغات التي يرى أنها مناسبة لعمل المرصد ولتحقيق هدفه المنشود في مكافحة التطرف والإرهاب. بالنسبة لآلية العمل في المرصد أو آلية العمل لكل وحدات المرصد في مكافحة التطرف، إحنا بنعمل عن طريق رصد جميع المزاعم والشبهات التي يروج لها التنظيمات الإرهابية المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الشبكة العنكبوتية، سواء فيديوهات، سواء رسائل، سواء مقالات، سواء دراسات. بنقوم في المقام الأول برصدها، سواء باللغات المختلفة، لو باللغة الإنجليزية بنرصدها بالإنجليزية، لو باللغة الفرنسية بنرصدها بالفرنسية، وهكذا. بعد ذلك نقوم بتحليل هذا المحتوى وترجمته إلى اللغة العربية. وعندنا في المرصد لجنة شرعية متخصصة من أساتذة في كليات جامعة الأزهر الشريف يقومون بإعداد ردود شرعية مؤصلة. تأتينا هذه الردود، نقوم بمعالجتها وترجمتها وإعادة نشرها على المواقع الخاصة بنا حتى يتلقاها المتلقي الأجنبي بما يتناسب مع عقليته. نعم دكتور محمود، يعني إذا تحدثنا تحديدا عن وحدة رصد اللغة الإنجليزية، ما هو نطاق عمل هذه الوحدة وكيف تقوم بالرد يعني على الأفكار المتطرفة والإدعاءات المغلوطة التي من الممكن أن تكون مأخوذة يعني عن الإسلام في الخارج؟ طيب، بالنسبة حضرتك لنطاق عمل وحدة رصد اللغة الإنجليزية، يعني هما نطاقان في الأساس. عندنا نطاق جغرافي ونطاق العمل نفسه.
النطاق الجغرافي لوحدة عمل رصد اللغة الإنجليزية هي جميع الدول الناطقة باللغة الإنجليزية في أمريكا الشمالية وفي أوروبا. عندنا نغطي دولة أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، نغطي الجزء الذي يتحدث اللغة الإنجليزية من دولة كندا، وعندنا أيضا بريطانيا العظمى وغير ذلك من الدول. هذا بالنسبة للنطاق الجغرافي. فالنطاق الجغرافي كل الدول الناطقة باللغة الإنجليزية. فيما يخص نطاق العمل، نعمل على ملفات رئيسة. عندنا ملف خاص بالرهاب من الإسلام أو ما يطلقون عليه الإسلاموفوبيا، عندنا ملف اليمين المتطرف، عندنا ملف جرائم الكراهية ضد المسلمين، عندنا ملف اضطهاد الجماعات المسلمة في بعض دول العالم كما وضحت آنفا، مثل جماعة مسلمي الروهينجيا في ميانمار. طبعا كل دولة من دول العالم التي ذكرتها الآن عندنا لها ملف خاص بها. فعندنا ملف اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيره على المسلمين هناك، عندنا ملف خاص بجرائم الكراهية في اليمين المتطرف، جرائم الكراهية في بريطانيا وتأثيره على المسلمين هناك، وهكذا في كل دول العالم التي هي محل عمل وحدة رصد اللغة الإنجليزية. نقوم أيضا يعني على سبيل المثال عندما تقوم داعش الإرهابية بإصدار لها، لن أذكر اسمه حتى يعني لا ألفت نظر الشباب إليه، إصدار لها على سبيل المثال باللغة الإنجليزية، هي أصدرت مجلتين باللغة الإنجليزية، وهذه المجلات كانت منتشرة في أوروبا وفي أمريكا، يعني لأنها طبعا يعني كما تعلمون أن الإنترنت لا حد له ولا حائل دونه. فقمنا بتفنيد كل الشبهات الموجودة في هذه المجلات التي أصدرتها داعش باللغة الإنجليزية، وقدمنا لها ردود مفصلة شرعية مؤصلة. يعني حضرتك أكاد أزعم أن مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف يكاد يكون المؤسسة الوحيدة في العالم التي لديها مثل هذه الردود على الشبهات الموجودة في المجلات التي نشرتها داعش الإرهابية. وده لأن البضاعة الموجودة في مرصد الأزهر هي بضاعة في الأساس فريدة من نوعها. يعني يكفي حضرتك أن تعلمي أن الباحثين والباحثات في مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف يعني هم زبدة جامعة الأزهر الشريف من خريجي كلية اللغات والترجمة ومن دارسي الدراسات الإسلامية باللغات المختلفة. فالباحث عندنا في مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف يعني حاز الحسنيين كما يقولون، فهو ملم بالمواد الشرعية الأصيلة وفي نفس الوقت عنده القدرة على تحدث اللغة التي يستطيع التي يريد أن يتواصل بها، وبذلك زالت الحوائل وزالت الحواجز بينه وبين المتلقي الغربي.